هاد الميني وافل ممكن تحضريهم جميع المناسبات ديال الاطفال بالاخص، كذلك ممكن تحضريهم في الكوتي او لا تعطيهم لوليداتك ديهم او مدرسه. ممكن تحضروهم بالحجم الصغير كيف درت انا او بالحجم الكبير، بواحد المكونات بساط بزاف، كيجيو ولدات تيجيو هشاش من الداخل وكيجيو مقرمشين من برا. هذه هي طريقه التقديم ديالهم اللي درت انا. ممكن تقدميه كيف ما بغيتي، صراحه كيجي ولدات بزاف وكيعجبوا الدراري الصغار بالاخص. بلا ما نطول عليكم ونخليكم تشوفوا الفيديو، ولكن قبل ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، راها مهمه بزاف بالنسبه ليا. كذلك ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم على المتابعه، فرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاجوا فيهم. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق، غادي نشوف واش غادي نحتاجها كامله او لا اقل. عندي ثلاثة البيضات، بالنسبة لي انا غادي ندير جوج بيضات ابيض ديال البيضة، كان عندي بيض ديال البيض بيضة ما بغيتش نضيعو، درت جوج بيضات كاملين ابيض ديال البيضة. ممكن ديرو بيضة كاملة يعني ثلاثة. عندي هنا بالنسبة للزبدة عندي 100 غرام ديال الزبدة، وعندي 125 غرام او لا كاس ديال كاس على واحد شوية ديال الحليب. المهم غادي نديرهم فوق البوطة يدوبو. عندي عبيسة الملحة، كيس ديال خميرة الحلويات فيه 8 غرام، وعندي هنا جوج اكياس ديال الفاني. ممكن ديرو غير واحد، انا بغيت المذاق ديال الفاني يجي مجد. صافي المهم هادو هما المكونات. غادي ندوزو دابا على بركة الله في طريقة التحضير. هنا غادي ناخد هاد الزبدة والحليب، غادي نضيف ليهم السكر. كيف شفتو السكر ما ذكرتوش، يمكن عندي نص كاس ديال السكر. غادي نزيد عليهم عبيسة ديال الملحة، غادي نزيد جوج اكياس ديال الفاني، وغادي نديرهم فوق البوطه حتى كيذوب بالزبده. صافي ونطفي عليها، ما نخليوش تطلع الغليه. صافي الزبده راه ذابت، طفيت عليها. هنا غادي ناخد البيض، ثلاثه ديال البيضات، غادي نطربهم واحد شويه. صافي دابا خليته حتى دفا شي شويه، ما نديروش هو سخون، غادي نبدا نضيف غير بشويه بشويه وانا كنخلط. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه في نفس الوقت كنخلط، وغادي نضيف خماره فيها 8 غرام. بالنسبه للخليط ديالنا خصو يكون شويه اقل من الخليط ديال الكيكه العاديه. غادي نزيد تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق، يعني رابعه وجوج معالق كبار. صافي غادي نخليها واحد خمسة ديال الدقائق، وغادي ندير الاله ديال الوافل تسخن.
عاد نرجع نبدا نطيب فيها مباشرة. شفتوا الخليط كيفاش يكون؟ دابا غادي درت الآلة ديال الوافل تسخن، هانتوما شوفوا الخليط ديالي كيفاش يكون طاير، ما تيكونش خفيف بزاف. شفتوا انا ممكن نديرو غير مع علقه، انا غادي نديرو في هاد البلاستيك هادي. الافضل ندير بحال هكا باش يجيني ساهل، دائما نرون كاع الدنيا. صافي دابا راه سخنات، تتكون شاعله هنا بوله حمراء وبوله خضراء، فاش كطفى الخضراء كنعرف انها راه سخنات. غادي نقطع واحد الشيء من هنا، وغادي ندير بحال هكا غير واحد شويه. شكل عشوائي غادي نديرو، صافي نخليهم حتى يطيبو ويتحمرو، نحيدهم وندير وحدين اخرين. هانتوما نبداو تيتحمرو، هادي حطيتها بحال هكا مقلوبة باش ما تخواش، الراس ديالها هو الفوقاني. صافي غادي نستمر بنفس العملية، نكمل الكمية اللي عندي كاملة. هانتوما راه بداو تيشطو راسهم، أنا حيت عندي هادي مكتحمرش بزاف من الفوق، خصني نقلبهم بحال هكا باش يتحمرو من الجوايه بجوج. هادي راه غير لبغيتو، ما بغيتو ديروها وحدة كبيرة ديروها وحدة كبيرة بحال هكا. أنا نوريكم التقديم ديالها، كتعجب الدراري الصغار بحال هكا. هما البنات صافي راه دابا تحمرو، اللي تحمرات غادي نحيدها. هانتوما صافو، غادي نستمر بنفس الطريقة. غادي نقول لكم ممكن ديرو مع علقة بحال هكا، تحطو واحد شوية هكا، يمكن بالمعلقة سهل من هاديك البلاستيك. صافي يمكن غادي نكمل غير بالمعلقه، حيت بالمعلقه كتعرف فيه الحساب اللي غدير، يعني تقريبا معلقه صغيره في الوحده، يعني غيجيو كاملين نفس الحجم. وصافي غادي نكمل بنفس الطريقه، نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم التقديم النهائي.